استعدادات الموسم الجديد يا كابتن طارق، انا شايف فرقه محترمه، واضح ان الفرقه اتكونت بشكل كمان كويس جدا. انت راجل كمان بتعرف تختار كويس اللاعبين، وشفنا ده مع طلائع الجيش ما شاء الله. طلائع الجيش كل النجوم اللي في الفرقه بقوا مطلوبين في السوق، واللي ما طلعش فهو ما زال مطلوب، واللي طلع طلعوا كتير من طلائع الجيش. دايما الفرقه بتشتغل معاها، اللعيبه بتطلع في فرقه كويسه جدا، والان اللعيبه بتلعب في سموحه، وسموحه ايضا فريق محترم جدا. ما فيش شك، يعني خلينا اقول ان هناك في عامل مشترك بيني وبين مجلس الاداره لتنفيذ استراتيجيه معينه احنا متفقين عليها، بناء جيل جديد متوسط اعماره من بين 25 27 سنه 22 23، في رؤيه كبيره جدا كمان لقطاع الناشئين بالتنسيق مع الدكتور عطيه السيد رئيس قطاع، لاعطاء قدر كبير جدا للناشئين بشكل كبير، في تدعيمات من الخارج بلاعبين جيدين، في طبعا استغناء عن بعض اللاعبين لوجود موارد ماديه للنادي، بحيث ان احنا برضو ما نكلفش النادي على ميزانيته بشكل كبير جدا. بعنا عبد الكبير وادي بمبلغ جيد جدا، بعنا كناريا بمبلغ جيد جدا، وكمان احنا عملنا يعني انتدابات جيده جايه طبعا، ما فيش شك طبعا احنا حزين طبعا لاصابته، لكن عامل مؤثر. قبل ما يدخل على الهواء قلت لي ان اجاييه في المنظومه بتاعتك وفي الشغل الفني اللي انت كنت مجهزه كان ليه دور كبير طبعا جدا. دور كبير جدا، والصراحه كان داخل يعني زي ما انت بتقول اللعيب نفسه مفتوح، هايل، راجع للدوري المصري تاني يعني بتشوق كبير. هو كان السنه اللي فاتت في الدوري الليبي وكان احد علامات البارزه نادي النصر الليبي، وانا كنت متابعه بشكل كبير جدا، فلما جيت لقيته في نادي سموحه فرحت جدا جدا.